اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه في الحلقه الماضيه كنا بنناقش منشط كبير لجريده الاهرام المسيحي انه الاهلي بدا تصفيه عناصر البدري. وافاد المهندس عادل القيعي في الحديث عن تقديره للكابتن حسام البدري، وانا قلت ان انا بستغرب انه بعض الجماهير تلوم اي مدرب انتهى عقده مع النادي او النادي استغنى عن خدماته باي حال من الاحوال، فالراجل بينتقل لعمل اخر. ما حدش بيمشي من عمل عشان يقعد في البيت. هي دي العلاقه المحترمه، وهي دي العلاقه المحترفه، وهي دي قيمه الكابتن حسام البدري بما قدمه للاهلي من عطاء كبير وطويل. والمهندس عدلي افاض في الحديث عن هذا الجانب، ثم تحدث عن تضحيه بعض اللاعبين اللي بتجيلهم عروض كبيره وبيقعدوا وبيفضلوا البقاء في الاهلي انتماء وولاء عن الانتقال لاي حاجه، وقال ان دي عناصر جديره بالتقدير والاحترام دون اي ربط بين مدرب نادي بيستغنى عنه او ناديه بينهي عقده او بينتهي عقده مع ناديه، وبين لاعب محترف جاي يؤدي خدماته بموجب التعاقدات. حدثت ردات فعل اعلاميه غريبه، الجد منها والجدير بالتوقف كان من الزميل محمد شبانه. وليه محمد شبانه؟ لانه مبدئيا محمد شبانه على المستوى الصحفي فهو راجل رئيس تحرير، ورئيس تحرير مجله رياضيه كبرى في مؤسسه صحفيه هي الاعرق في الشرق الاوسط، مؤسسه الاهرام، وهو رئيس تحرير الاهرام الرياضي. يعني بتتكلم على قيمه صحفيه ليها مكانتها وليها جدارتها بالمناقشه. وكمان محمد شبانه على المستوى المهني راجل امين صندوق نقابه الصحفيين، مقرر رابطه النقاد الرياضيين، فاحنا بنتكلم على حد لما يتناول امر يبقى من المهم جدا مناقشته فيه. قبل ما هنشوف المهندس عدلي قال ايه او انا تعرضت لهذه القضيه ازاي في الحلقه الماضيه من ملك وكتابه، نشوف الزميل محمد شبانه في الاذاعه كيف علق على ما قيل. القيعي ليه تصريحات كده كانت امبارح من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري، هو بيتكلم على الكابتن حسام البدري، هو بيقول انه حسام البدري بيدافع عنه، بيقول انه لا يستحق الهجوم ضده، وان هو ما سابش الفريق في نص الموسم، بل انه انتظر لنهايه الموسم وما صدرش عنه او لم يصدر عنه اي تصريح يسيء للنادي الاهلي او ادارته. لكن كمل بقى الكابتن عدلي قال لكن حسام البدري طلب مبلغ كبير عشان خاطر اذا حب يجدد او يكمل مشواره مع الاهلي كراتب يعني، وهو غضب. يعني الكابتن عدلي بيتكلم عن نفسه ان المبلغ اللي طلبه الكابتن حسام كبير واغضبه، اغضب الكابتن عدلي، لكنه حسام البدري بيتعامل بشكل احترافي، واللي بيفكر بالطريقه دي له مجرم ولا ارتكب جريمه، لكن مش بتاعنا، يعني مش بتاع النادي الاهلي. بيقول انه كده ما يتحطش في اساطير ضمن اساطير النادي الاهلي او خانه الاساطير والرموز، وخانه الاساطير والرموز دي اللي الاهلي بيديها اعلى سقف عنده وباستمرار بيفكروا فيهم وباستمرار بيبقوا موجودين في تاريخ النادي الاهلي. طيب هنا صديقنا العزيز محمد شبانه وقف عند ثلاث نقاط كل واحده منهم تمثل عريضه اتهام للمهندس عدلي القيعي، والراجل مش موجود، فوجب التنويه والتوضيح. المهندس عدلي ما قالش انه كابتن حسام البدري طلب مبلغ كبير للتجديد وده من حقه كمدرب محترف وانه ده اغضبه، يعني اغضب المهندس عدلي. هذا المعنى لم يرد على الإطلاق فيما قيل، ويبدو أنه الزميل محمد شبانة أو المؤكد أنه ما سمعش اللي قاله ده يؤكد أنه ما سمعش اللي تقال إيه. ربما يكون أرى تصريح غير دقيق بالمرة، غير سليم بالمرة، ربما نقلت إليه صورة، لأن يبقى الأمر يحتاج إلى هذا التوقف. أي حاجة غير كده لا تستوقفنا ولا نهتم بيها. لكن ما قيل ما شايفش فيه اي حاجه تبعث على زعل الكابتن حسام البدري، بل ان انا في تقديري المتواضع
انه كان الطبيعي جدا انه حسام البدري يشكر عدلي القيعي شكرا جزيلا على ما قاله، بلاش يشكرني انا، لا بس يشكر المهندس عدلي القيعي بوضوح، لانه منذ ان انتهت علاقه الكابتن حسام البدري التعاقديه مع الاهلي في التجربه الاخيره لم يلقى هذه الاشاده وهذه التهدئه للجماهير وهذا التوجيه للجماهير انه يا جماعه ما يصحش حد يسيء الى ابن كبير من ابناء النادي الاهلي، ادى واعطى وحقق في حجم الكابتن حسام البدري. الراجل انجز ما انجز، تجربته مع الاهلي في هذه المرحله انتهت عند هذا الحد، له مطلق الحريه انه يسلك اي مسلك احترافي اخر ما دامت العلاقه الاحترافيه محترمه وما دام كل واحد بيأدي عمله في المكان اللي موجود فيه على احسن ما يكون، بما لا يضير ولا يسيء لعلاقته ببيته الاصلي وبناديه النادي الاهلي. لكن من امتى كان الاهلي بيلوم اي ابن من ابنائه اللي بيشتغلوا في اي عمل تاني ان هم يخلصوا للمكان اللي هم فيه؟ بالعكس، اي ابن من ابناء النادي الاهلي وجمهور الاهلي عارف ده كويس، كلاعب كمدرب كاداري كمسؤول، لو ما اخلصش للمكان اللي هو فيه يبقى مش ابن اصيل من ابناء النادي الاهلي. الابن الاصيل للنادي الاهلي اللي تربى على هذه القيم مؤكد انه هيكون مطالب لدى كل الناس انه يخلص للمكان اللي هو فيه، يشتغل بكل امانه، يعمل بكل طاقته وكل امانه لخدمه هذا المكان المرتبط والمتعاقد معاه. اي حاجه غير كده بقول لكم يبقى مش اهلاوي. وحسام البدري واحد تربى في النادي الاهلي منذ طفولته، فلما يخلص لاي تجربه جديده ده شيء طبيعي جدا ما دام الامر لا يتماس ولا يتقاطع ولا يتداخل مع النادي الاهلي وحقوق النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي. دي مساله ودي مساله. فانا في رايي ما تضمنته الحلقه الماضيه من هذه المفاهيم ومن هذه الاشادات بحسام البدري اعتقد وهو شخصيه جديره بالتقدير كان واجب عليه انه يشكر المهندس عدلي القيعي، لكن ان يغضب من كلام ما تقالش ويقول المهندس عدلي القيعي ثم نجد المزيد من التاويل والتهليل والكلام غير الطبيعي بالمره، فانا اعتقد كل هذه المعاني لم تكن في موضعها. العنوان الاهلي يحارب توصيات البدري كارتروني جنب صفقات حسام ويبدا باحمد علاء. اقرا عشان اعلق لك، لان الحقيقه ده كلام يعني يحتاج تعليق بالتاكيد. يعني الاهلي يحارب توصيات البدري، ده الاهرام المسائي. الحقيقه يعني هي المساله محتاجه ان احنا نتكلم فيها بوضوح شويه عن علاقه النادي الاهلي باولاده اللي بيخرجوا منه وبالذات الكابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري مدرب كبير فاز مع الاهلي بالدوري، حقق بطولات كتيره جدا مع النادي الاهلي، هو واحد من ابناء النادي الاهلي اللي نجحوا بشكل كبير جدا. كابتن حسام مشي من النادي الاهلي، حقه يشتغل، هو راجل مدرب. الجمهور اللي بيلوم عليه انا بستغرب له، وانت بتستغنى عن المدرب عشان يقعد في البيت الراجل ما يشتغلش؟ لازم نقدر الناس بهذا الفكر الاحترافي، طالما الراجل مركز في شغله فله كل الاحترام والتقدير. لكن ان الناس تزعل من حد الاهلي خلاص انهى ارتباطه بيه، الاهلي شاف مدرب تاني، فاصبح من حق كل هؤلاء الارتباط باعمال تناسبهم او يحتاجوها من وجهة نظرهم، وليهم كل الاحترام والتقدير. لكن فكرة انه الاعلام او الصحافة تحط في اعتبارها انه فيه يوصل الامر ان انت لما بتجيب لاعب او بتمشي لاعب فانت بتثور في دماغك قناعات الكابتن حسام البدري كانت ايه؟ هو ده كلام يعني؟ هو طب هو كابتن حسام البدري لما مسك لو كان له وجهة نظر فنية ضد لاعب كان عنده فرصة افضل مع المدرب اللي سبقه، هل كان حسام البدري الراجل ساعتها بيصفي حسابات مع اللي مشي؟ اطلاقا لا. دي رؤية فنية تخصه، حصلت وجهة نظر فنية تغيرت بين المدربين، في لاعب استفاد منها ولاعب أضير منها، في كل الحالتين لا ده كان بصف حسابات ولا الأولاني يعني كان هو إقحام. إقحام اسم الكابتن حسام هنا مش صح طبعا وجهة نظري. وعلى فكرة لأنه الراجل في تجربة عمل
عايزين نقفل هذه الزاوية المغرضة جدا في تقييم الأمور. الراجل عنده تجربته، أنت هتفضل باستمرار كل ما تاخد قرار فني هيبقى ده اللاعب الفلاني اللي كان محسوب لصالح حسام البدري، أو الأهلي بيدي فلان فرصة عشان يرد على حسام البدري. ده الكلام ده لو سليم، ها؟ كان كارترون اتلكك وما لعبش أزارو بعد الإشكالية اللي حصلت قبل الماتش. لأن أزارو ده هو الدبلومة أو الماجستير أو الدكتوراه بتاعت حسام البدري. خلينا سرعة، طبعا مصر كلها كانت ضده فيه، هو أثبت وجهة نظره. فما فيش حاجة اسمها تصفية حسابات على حساب مصلحة الفريق. طبعا عشان كده بقول لك اقرا الخبر، لأن هقول لك تفسير لكل كلمة فيه. حتى اقراه في 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 العام يعني. وبيقول لك ايه؟ بدأ الفرنسي باتريس كارترون المدير الفني للأهلي في ترجمة وجهة نظره في التعامل مع اللاعبين المنضمين حديثا للقلعة الحمراء، بناء على توصية الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري أو توصية لجنة الكرة قبل بداية المسؤولية بشكل مباشر. تمثلت تلك الحالة في موافقة كارترون على إعارة أحمد علاء قلب الدفاع المنضم لبطل الدوري خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى أي ناد خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بسبب الوفرة العددية في مركز قلب الدفاع الذي يضم سعد سمير ومحمد نجيب وكوليبالي ومحمود الجزار بجانب رامي ربيعة بعد عودته. وبيقول هذا التقرير انه تعتبر تلك المبررات ظاهرية. طب نقف هنا. يعني دخل في ضمير ظاهرية، مع ان هو فلسفة الامر. انا لسه بقول لك ايه، بقول لك اشكالية في قيد الاثنين اللي متبقيين. هو عايز يعني يسجل الاثنين دول في اكثر الاماكن اللي يتصور انه محتاج فيها. طب النهارده احمد علاء هو بيقول لك في الميركاتو الصيفي، شوف الدقه، يعني عايز يعيره ان شاء الله 6 اشهر. عايز يعني اذا كان هذا الكلام صحيح، ها، وقد يكون، ده بالعكس ده هو ده تفكير احترافي ملوش علاقه خالص بالمدرب السابق. ما قالش عليه لعيب وحش، ده بيقول عايزه عشان تفضل عنده الحوافز انه يبقى رجله في الدوري الممتاز ويلعب بانتظام. لعيب كويس والناس مقتنع بيه جدا، ولما جه محدش جابه كده، ده لجنة الكورة تحرت وكلفت وجه بناء على رؤية لجنة الكورة، لان ما كانش فيه جهاز فني ساعتها. يعني معرفش هل تقرير الكابتن حسام قال لهم، يعني انا مش متصور يا استاذ ابراهيم ان انا ماشي، ها، هقول للنادي بتاعي بس تتعاقد مع فلان وفلان وفلان وفلان. يعني ممكن اقول له، ها، مراكز ضعف اللي عندي. أيه. بس مش هسمي له الصفقات اللي جابها. لا يعني مش منطقي طبعا. فمساله ان انت جبت احمد علاء لانه لاعب واعد جدا وصغير السن، واحنا قلنا دلوقتي لما كوليبالي جه بقناعه ان الراجل ده عايز واحد عنده خبره افريقيه وجاهز بمواصفات معينه يجي يركب على طول، وجه لعبه على طول لانه مرانه ما كانش محتاج ايه يستناه، والراجل جاي من موسم لعب 10 ماتشات قبل ما يجي لنا. هشتغل بعند مع جهاز، ايه المبرر ان اشتغل بعند مع جهاز مش يعني؟ لا، وانت كمان قلت معلومه انه تاجيل قيد المكانين اللي شغالين في افريقيا يرجع لانه إن صراع احمد علاء واحد منهم. اي ما هو في صراع، ما في صراع. انا تصوري كده، انا مش معنى كده ان انا عندي يعني معلومه، انما تصوري كده انه في 3 لعيبه والمكانين اللي هو لما هم خلاص ما فيش مشكله تبقى محلوله. انما هو انا تصوري كده. فمساله ان هو قد يجد حل في هذا الموضوع بالكلام ده مساله مصلحه فريق ملهاش علاقه خالص ان انا افكر الابليه كان بيعمل ايه، والا ده مش شغل محترفين. صحيح. بس فكمان ان احنا نتبنى وجهه النظر دي ونبتدي ندعمها، ما اظنش ان هو ده الواقع يعني. طيب، بيقول تقرير الاهرام المسائي انه تسببت تلك الحاله اللي هي تصفيه افكار حسام البدري، تسببت تلك الحالة في قلق شديد لمين بقى؟
لمجموعه من اللاعبين الصاعدين المنضمين حديثا الى المهاجم، الى القلعه الحمراء، يوسف الجبالي وعمبار حمدي ومصطفى البدري، ثلاثي الوسط المهاجم. طب ليه؟ واحمد خالد كارلوس المدافع الايسر اللي تعاقد معاهم الاهلي من الشمس والنصر واسوان. طب دي لعيبه في الناشئين. في الناشئين. وانا لما اقول ده هم، لا، التفسير ايه بقى؟ لكون انضمامهم للنادي لم ياتي وفقا لوجهه نظر كارتيرون. طب كارتيرون ماله؟ قطاع الناشئين. انت جايب ناشئين لحسابات مستقبل الفريق. بصرف النظر. اه. هو يعني يقلق ان احمد علاء ما تأيدش؟ اها. وعلى فكره حسام البدري ما يعرفش حاجه عن ولا واحد من دول. طبعا. ولم يطلبهم. صحيح. بيقول هذا التقرير الغريب ان كارتيرون بعد التعاقد مع المدافع المالي سليف كوليبالي لم يبدي رغبته في ضم اي مدافع خلال فتره الانتقالات. بل ان المفاوضات التي فتحتها اداره النادي مع بعض العناصر مثل محمود متولي مدافع الاسماعيلي، ومن قبله عبد الله بكري مساك سموحه، ورامي صبري في انبي، جاءت بتوصيه من لجنه الكوره بناء على رغبه حسام البدري. هو كان المدير الفني وقتها ما كانش فيه كوليبالي. صحيح. وبعدين ما كانش فيه ان الصفقات دي هتبقى بالاتمان دي والصعوبه دي. صحيح. وذلك احد الاسباب القويه لفشل تلك المفاوضات، ليكتفي كارتيرون بمجموعه المدافعين الذين ضمهم الفريق بالفعل، ويعاني مجموعه من اللاعبين. يعني اسالك سؤال، تجاهل المدير الفرنسي ليهم، ابرزهم محمد شريف لاعب الوسط المهاجم اللي جاء ضمه وفقا لوجهه نظر حسام البدري. اذا كان ده انا بقول لك كان مرشح، ده هو مقتنع بيه جدا. اه. ده كل الاخبار اللي بتيجي من المعسكر انه لانه مرانه، ما هو الفكره شافه في وادي دجله كويس، كان معاه. واخد بالك؟ مساله رد حسام البدري باي فكر، انا مش عايز كده، مش عايز نفضل كل يوم والتاني، والا دي تبقى مساله مش صح. وده كان سبب تناولنا لهذا التقرير تحديدا، عشان نغلق ملف الثرثره في يعني النهارده لو علاقه حسام الكابتن حسام البدري. لا يا استاذ ابراهيم، لو في هناك طريقه او وسيله انه يجيب محمود متولي هيقول عشان حسام كان عايزه؟ ايه ده، معقوله الكلام ده؟ ده الاهلي رفض يفرط، رفض التفريط في وليد ازارو اللي انت وصفته. ما هو لو كان المساله كده بقى اهم قناعات، اذا كنا وصلنا على مستوى ان ما جابش متولي عشان حسام عايزه، طب لاعب ازارو ليه؟ اللي كان حسام ابنه. صحيح. هو منتجه، ده منتج حسام البدري. عشان كده يا جماعه ارجو بجد في مناقشاتنا للامور، بدري لم يظهر منه اي هجوم على النادي الاهلي خالص، او كلام سلبي على النادي الاهلي. صحيح. لو تفوى بحاجه هنناقشها يا جماعه، فلوا بقى الصفحه دي، خلينا نشوف. يا استاذ ابراهيم، انا كل اللي بتكلمه، انا ليه مع التهدئه وليه مع الصلح وليه مع ان احنا نقفل الملفات ونبتدي كل واحد ينشغل بنفسه ويبقى منافسه قويه؟ ليه مع كل ده؟ لان حاله البهجه اللي شفتها في كاس العالم تشعرني بالغيره. الناس دي بتلعب كوره عشان تتمتع. الجماهير، ودي حاجة جديدة، ما حدش يقول أصل ده سلوك حضاري، لا، دي حاجة جديدة خاصة بهذا، لأن كان في بطولة أوروبا كان في الجماهير الروسية والجماهير الإنجليزية والمش عارف إيه، كان ضرب نار في الشوارع. أيوه. لما كل ده يتلاشى وبعدين نشوف حالة البهجة اللي صدرتها لنا والمتعة، وعشان كده قدرنا نشوف مفاجآت من غير أزمات. ها؟ وشفنا قوة جديدة بتطلع، وشفنا نجوم. النجم بقى هو الأداء الجماعي مش الفردي. كل ده يدعونا إن احنا نغير، وعايزين، أيوه عايزين من ده، عايزين المناخ ده. عايزين هو ده المناخ ده، لأن ده من غير حتى برامج، من غير حاجة. لو قدرنا نستورد هذا المناخ ونلعب كرة جميلة نستمتع بيها، والجماهير تبطل تغيظ في بعضها والتراشق ده، والإعلام يساعدها من فضلكم. أيوه هي دي. يا جماعة الإعلام، الإعلام لازم يقوم بدوره إن هو اللي يقود الرأي العام، مش ينقاد حسب الرأي العام. الحقيقة اللي أنا شايفه في كثير من الحالات بتبدأ من الإعلام. الإعلام بيبقى شايف الجمهور عايز إيه ويمشي في ركابه، مش عايز ده ساعات يوجهه في المشكلة. إنما حقيقة الأمر يعني هو في دور مسؤول، هو إحنا بنقود الناس. والجمهور عايز المقالة دي؟ لا طبعًا. يعني ازاي نرسخ عند الناس
فكره المكايده، فكره المعايره، فكره ان بما لا يضير بالكيانات الاخرى. هو ما مشيش هرب منك طبعا، هو ما مشيش في وسط موسم. هو ما تخليش على حساب البدر، انا بتكلم على عامه اللعيب اللي عايز يمشي. هو طلب مبلغ ممكن ابقى انا متضايق منه انه طلبه، ما كانش العشم لكنه احترف. لكن اذا جاله اذا جاله هيفكر. في ناس دي اللي بنقول لها بقى ونحطها فوق دماغنا، تقول لك لا ولك نزل الدنيا ما سيبش الاهلي خلاص، ده اللي اتحط على الدماغ. لكن التاني ما يستحقش لا الهجوم ولا انه يتعامل المعامله، ده هيبقى النمط اللي هو احترافي، الغالبيه هتفكر كده. لكن اللي بيشتري الاهلي ده بقى اللي احنا بنحبه قوي، يخش قلبنا، واللي بنحطه في خانه لوحده ونبتدي نقول ده رمز وايقونه ويستحق ان انت تضحي له وتديله، ويستحق انك تديله اللي تقدر عليه. ويستحق انك انت تفكر فيه بعدين. أيوة. اذا تحتفظ بيه تأتمنه على مستقبلك. ودول مش هيبقوا في ضمن الاغلبيه. دول هيبقوا صفوه. لكن اللي ما عملش كده مش مجرم. لكن مش بتاعنا. ده محترف بقى، ده راجل بيفكر احترافي، ما عملش جريمه الحقيقه. الا اللي يسيبك في النص ويهرب ويمشي. واخد بالك؟ او تبقى يخل بالتزاماته، او يتوهك ما يقولكش الحقيقه. لا، انما الواضح خلاص. انا طب انا مش عايز لعيب، هو انا هعمل زي غير الكتب؟ انا مش عايز لعيب، ما يروح الحته اللي تعجبه مثلا، مش عايزه خلاص. هيعمل ايه يعني؟ هو هيعمل ايه لعيب؟ انا بقول له شوف مصلحتك، والله لازم نوصل لهذه الدرجه ان لو قال لي عايز اروح الزمالك اقول له اتفضل بس هات لي المقابل. والزمالك نفس الشيء، عايز اروح. خلينا محترفين قوي لدرجه ان احنا ما تبقاش خايفين من خطوات منطقيه في العالم كله. في العالم كله انما اللعب على النعرات ونربطها بكبريائنا ونربطها بالخبطات والصفقات كلها ملاعيب بقت خدت أهمية أكتر من البطولة. يعني موسم الانتقالات ده وصل إلى مرحلة إنه بيكلموك على لعيب ما يعرفوش عنه حاجة، يقول لك فشل كذا وفشل كذا. أنا هناقشك في ملف التعاقدات والصفقات تحديدا، لأن لما تخلص الحلقة. أنا ليه بقول لكم، أنا في تصوري بعد الحلقة الماضية وكلام المهندس عادل القيعي، أنا أعتقد الكابتن والصديق العزيز الكابتن حسام البدري كان عليه برقية شكر الملك وكتابه، أو برقية تقدير، أو رسالة حب للمهندس عادل القيعي، لكن ده ما حصلش، وحصل فهم خاطئ منه خالص. والمؤكد إنه حد بقيمة حسام البدري وبثقافته وبعلمه وبنضجه وبخبراته ما اتفرجش، هو نقل إليه، ونقل إليه على طريق الخطأ أو على طريق العمد برضه، لأنه أكتر حاجة شائعة دلوقتي في الوسط الرياضي الزنبقة. كل حد عايز يتقرب من حد بيزنبق في حد. ده سلوك غريب جدا حتى على المجتمع الرياضي نفسه، بس للأسف بقت دي العملة النشطة جدا والرائجة. وأنا أعتقد حسام البدري وقع ضحية حاجة زي كده، لأنه لما الكابتن عادل القيعي أو المهندس عادل القيعي يقول إنه أزاره ده شهادة الدكتوراه بتاعت حسام البدري، إنه كان كل الناس بتنتقد هذا اللاعب المغربي وحسام البدري كان مصمم عليه وثبت نجاحه، ولما يقول إنه حسام البدري ما ظهرش منه تجاه الأهلي أي شيء سلبي، وما يستحقش أبداً إن أي حد من جمهور الأهلي يزعل منه أو يحمل عليه، ولما يقول إنه حسام البدري بعد ما عقده خلص ومشي من حقه يشتغل مش هيقعد في البيت، ولما ينتقل للكلام على اللعيبه، وهنا مربط الحصان، وربما هي ديت سبب اللغط اللي حصل. هو بيتكلم على كابتن حسام البدري ثم انتقل للعيبه وقال بالفصل كده، انا ما بتكلمش على حسام البدري، انا بتكلم ان اي لاعب يجي له عرض وعايز يمشي يمشي،